السلام عليكم ورحمة الله أخواني وأخواتي الأعزاء. النهاردة معانا حلقة جديدة من بص باكويت فلاور أو الحنطة السوداء. إيه هي الحنطة السوداء وإيه هي فوائدها الصحية؟ هل لها أضرار؟ أهم المعلومات والتفاصيل هتلاقوها في الفيديو ده كامل، تابعوا للنهاية. لو أول مرة شاهدني اسمي أحمد عبد السلام يونس، على قناتي معلومات مهمة عن كل خامات الحلواني. القائمة هسيبها لك في صندوق الوصف، هتستفاد كتير جدا وهتتعلم كل حاجة عن الغذاء، لأن أنا مؤمن بأن غذائك علاجك. تابع كل الفيديوهات وهتدعي لي. الحنطة السوداء قلنا بالإنجليزي اسمها باكويت فلاور، من عائلة المحاصيل اللي سيدو سيريال، يعني المحاصيل الكاذبة، بالظبط زي الكينوا. وعملنا حلقة عن الكينوا وعملنا كل فوائدها وازاي نعملها بودينج، وعاملين كمان ازاي نعمل بودينج جلوتين فري ولاكتوز فري من الكينوا البودينج. وغير دقيق الدنكل، دقيق الدنكل ترجمته بالعربية الحنطة، يبقى فيه الحنطة السوداء اللي هو الباكويت فلاور، وفي الحنطة اللي هو دي الدنكل، وده دي صحي جدا بس فيه جلوتين، وعاملين منه حلقات ازاي نعمل دي الدنكل، وصحي جدا ومفيد بالعناصر الغذائية. نرجع للحنطة السوداء، من الحبوب التي تتمتع بقيمة غذائية عالية، خاصة على احتوائها نسبة عالية من الألياف الغذائية، مضادات الأكسدة، المعادن المتنوعة، وده يجعلها غذاء بينصح بيه اهم للناس اللي عندهم ارتفاع ضغط الدم، اهم الناس اللي هي بتستخدم ده. وليه بيستخدموه في اليابان دلوقتي في معظم اكلهم هنعرف برضو، كمل في الفيديو للنهايه. الناس اللي عندها ارتفاع ضغط الدم او السكري، ده بيعمل مفعول السحر ليهم، امراض كتيره قوي بفضل الله وفايدته بيستفاد منها. اليابانيين بقى ما عرفوا الفوائد الحنطة دي، مع انها ما بتتزرعش عندهم، لقوا ان هي ديت عشان مفيدة جدا صحية، بقى يحطوها في النودل. انتوا عارفين جماعة الصينيين او شرق اسيا كلهم بياكلوا النودلز او المعجنات او اللي احنا بنقول عليه الشعرية دي، بيستخدموها طبعا 24 ساعة، فبدأوا يحطوا فيها دقيق الحنطة او طحين الحنطة عشان الفوائد بتاعتها. مش بس كده، ده بقوا يطعموا بيها المواشي اعزكم الله، الجاموس والبقر والحاجات دي. ليه؟ لانها هترجع بالصحة للمواشي وهيستفاد، يبقى اللحوم بتاعها مميزة وغنية بالسعرات الحرارية والفيتامينات والالياف. فدلوقتي اليابان اكبر ناس في العالم دلوقتي بيستخدموا الحنطة السوداء في كل حاجة. المذاق بتاعها ما بتتحمص الحنطة، بيبقى عاملة زي المكسرات، طعمها جميل جدا. اول حاجة ان هي جلوتين فري، فالناس اللي هم عندهم حساسية من الجلوتين يقدروا ياكلوها بشكل جميل جدا. انا هقول لكم العناوين الرئيسية او فوائد الحنطة، وانت بعد كده تكمل، لان هي الحلقة مش هتساع، لو انا هقولها ممكن اخد ساعتين ثلاثة. نقول العناوين الرئيسية اللي هي اول حاجة صحة الجهاز الهضمي، الوقاية من السرطان، خسارة الوزن، تحسين مستويات السكر في الدم، تحسين صحة الجهاز او الجهاز الدوري للجسم كله. تعال نشوف بقى القيمة الغذائية للحنطة السوداء. لكل 100 جرام من الحنطة السوداء، كل 100 جرام ايه اللي موجود فيه؟ تعالوا نشوف، 332 سعر حراري، 15 جرام الياف غذائيه، والالياف الغذائيه مفيده جدا زي ما قلنا في حلقات كتيره، مفيده في لبعض الناس، وان هي بتاخد الكوليسترول الضار دي اتش اي دي ال ايه، فيها 13.25% جرام بروتين، يعني غذاء متكامل، 2.2 مللي جرام حديد، 18 مللي جرام كالسيوم للناس اللي عندها مشاكل في العظام، 3.7 جرام فوسفور يعني القوة وهننور بالليل، 231 مللي جرام مغنيسيوم. المغنيسيوم ده طبعا كلنا عارفين كل ما بيزيد في اي اكلة بيسبب شعور بالسعادة وبيساعد على امتصاص فيتامين د في الجسم، 1.1 من النحاس، طبعا 1.1 مللي، 3.2 مللي جرام من الزنك، يعني لو عندك اي مشاكل في الشعر
ان شاء الله الشعر بتاعك يرجع احسن من الاول. 1 مللي جرام صوديوم، 460 مللي جرام بوتاسيوم، 1.3 منجنيز. النياسين، وعرفنا فايدة النياسين ايه، وان نسبته 7.2، يعني ان النياسين اللي موجود في البكويت او الحنطة السوداء اكتر من الموجودة في الشعير في فيتامين ب. تعال بقى نقول الاضرار للحنطة السوداء، لانها مش بتنفع، مفيش اكل او مفيش غذاء ينفع لكل الناس. اكيد في ناس عندها مشاكل من غذاء ومفيد جدا نفس الغذاء لناس تانية. فتعال نشوف ايه المشكلة اللي فيها الحنطة السوداء. اذا كنت تتناول الحنطة السوداء، لو انت بتاكله اول مرة، لو انت اول مرة عارف ان دي الحنطة السوداء، يبقى تاكل مثلا معلقتين ثلاثة او نص رغيف عيش، وتستنى على الاقل من 3 لـ4 ساعات. ليه؟ لان 2% من العالم كله ممكن يكون عندهم رد فعل تحسسي، يعني بيقولوا منها حساسية، بس الحساسية دي مش هتموتك، يعني ممكن ايه اعراضها؟ ممكن تورم في الفم، طفح جلدي، سيلان في الانف عزكم الله، مشاكل هضمية مختلفة نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من الالياف، بس مش لكل الناس. فانت لو اول مرة بتاكله يبقى تاكل معلقتين وتستنى 3-4 ساعات. حسيت بمشكلة ان ما تاكلوش تاني، وتروح تعمل ايه تحليل للحساسية بتاعت الباكويت او الحنطة السوداء. لو انت بتاكله ما بجراش حاجة، كل منه وادعي لأمي وأبي بالرحمة من قلبك. يا ريت لو أول مرة تشترك تشاهدني، تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، أهم من ده كله تكتب لنا كومنت عشان نعمل لكم الحلقات عن الشوفان. عملنا منه حلقات، والسبلت فلاور اللي هو عملنا منه حلقات وعملنا منه خبز. ليه تتعب أكتر؟ ممكن تتعب. قال أخوكم أحمد عبد السلام يونس، اللي عندنا مختلف عشان أحمد عبد السلام يونس محترم. السلام عليكم.